بالنسبه لي انا اول مشاركه ليا في المهرجان، ولكن ده المهرجان رقم 24 في اسماعيليه. بشكر الدكتور محمد طبعا على دعمهم للمهرجان ده. المهرجان ده اطفى نوع من انواع البهجه والسعاده، وطبعا ترويج كويس قوي للسياحه عندنا سواء في اسماعيليه او في مصر بصفه عامه، وبرضه فرصه للتعارف ما بيننا وبين الثقافات الاخرى في مختلف الدول. طبعا سنه خير ان شاء الله على الاسماعيليه كلهم، وبالنسبه لي عوده بعد 5 سنين عن اداره المهرجان. بتمنى ان شاء الله انا اعمل حاجه كويسه لشعب الاسماعيليه. الجديد عدد التكريمات الخاصه بفناني الاسماعيليه، ابراهيم الورداني، حسن سعد، فوزي الجمل، ماني ميكي، العديد من التكريمات. الجديد وجود الدكتور عبد المنعم عماره بنفسه في حفله الافتتاح، هيبقى مكرم بما انه هو المؤسس. اسم الراحل محمد خليل، وجود الفنانه القديره فريده فهمي. زي ما احنا شفنا رجعنا للشارع محمد علي. هنبقى في حديقه الخالدين لاول مره، هنبقى في حديقه الشيخ زايد يوميا في الدنفا والاسره ان شاء الله، مع الانطره وفايد والقصاصين. احنا كل سنة في المهرجان هنا، ومعانا فقرات جميلة جاية من جنوب الوادي. هنقدم الفرح النوبي، هنقدم الأراجيد، هنقدم السبوع، هنقدم السوق السياحي، هنقدم البشارية والعببدة. احنا أسوان مليئة بالتراث والموروثات الشعبية كتيرة، ودي من حسن حظنا، وبنسعد جدا لما بنيجي مهرجان اسماعيليه. احنا شاركنا في مهرجانات كتير دوليه ومحليه واخدنا جوائز عالميه، بس مهرجان اسماعيليه له طابع مميز وله طابع خاص عندنا، هو ومهرجان اسوان تعامد الشمس. وان شاء الله انتم معانا في تعامد الشمس في شهر 10 وفي شهر 2. احنا لسه مخلصين مهرجان العالمين، وجايين من مهرجان العالمين يا دوبك قاعدين اسبوعين، ووصلنا على مهرجان الاسماعيليه، عملنا بروفات على المهرجان وجينا على مهرجان الاسماعيليه. احنا عندنا في الكلور الشعبي احنا بنقدم فقره التحطيب في المهرجان، ومعانا فقرات للالات والالات الشعبيه والرباب والمزامير وكده. زي ما الرئيس السيسي نشكره ان هو اهتم باولادنا، نشكر سياده المحافظ اكرم جلال ان هو فعلا اهتم بالولاد دول وبينزل يدعمهم بنفسه، ودي من تاني سنه لمشاركه القلوب البيضاء في مهرجان اسماعيليه. طب له راقص متخيل ومتغير خالص، مختلف خالص عن السنه اللي فاتت. دي تاني سنه على التوالي فكرة تشارك في المهرجان، تاني سنه على التوالي الحمد لله، وان شاء الله عاملين عروض كسر الدنيا وكسر اسماعيليه ان شاء الله. الحمد لله ما عندناش صعوبات، الحمد لله احنا فرقه الحمد لله متكونه، والحمد لله يا رب فرقه قويه جدا الحمد لله، وان شاء الله هنمثل اسماعيليه مع سياده الرئيس طبعا وكابتن سامي كابتن طبعا هو مؤسس الفرقه طبعا. عايز اقول حاجه بس الاول قبل ما تساليني، انا بشكركم لان انتوا كان وشكم حلو علينا، وللسنه الثانيه على التوالي انتوا جايين تصوروا معانا ونتكلم معاكم، وبنشكر طبعا سياده المحافظ وكل ادارات المحافظه اللي وقفوا معانا وقفه جامده قوي 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 قوي. ولادنا دول يستاهلوا كل خير، لان ذول همم، دول سياده الرئيس طبعا بيطلب ان احنا نقف جنبهم. المختلف السنه دي عن السنه اللي فاتت، اللي هي السنه دي ولاد البلد هم اللي ماسكين المهرجان، يعني استاذ ماهر كمال مدير المهرجان الاسماعيليه ده المختلف السنه دي. مختلف السنه دي، فيه روح جميله السنه دي عن السنه اللي فاتت واللي قبليها.